السلام عليكم خوتي حبابنا خوتنا وحبابنا، السلام عليكم وصباح الخير عليكم. هادي دابا واحد 8 ونص ديال الصباح، جبتوني دابا في السور ماكازين، عامل مع شي دراري نتلاقاو معايا، اما واحد صاحبي ويجي مع شي صحابي اخرين، تا هما كيخدموا في الويب، تا هما عندهم قنوات ديالهم في اليوتيوب. المهم قلنا نبداو الفيديو هذا والخرجه ديالنا هذه ان شاء الله الاخوان، يعني كما كيعرف الجميع سمعتوا بديك الفاجعه ديال شهداء لقمه العيش اللي وقعت البارح، ديك الحادثه ديال الحافله ديال النقل المستخدمين مع قطار. ومن اللي كيشوف اللي كيشوف هذا الفيديو هذا، يعني ان شاء الله يعني كل واحد يقرا عليهم واحد الفاتحه، يعني ترحما عليهم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين الاخوان، الله يرحمهم الله يصبر الاهل ديالهم ويرزقهم الصبر والسلوان. هذا ما نقولو فاجعه صراحه اللي نسلت علينا، كنقول بحال شي صعيق. انا ما كنعرفش نهضر بحال الامور بحال هكا صراحه، الامور مؤثره. الله يرحمهم والله يوسع عليهم في هذا النهار هذا. هولا هولا طنجاوة بلو تريكولو صباح الخير والسلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. من بعد ما كنا في سور ماكازين تلاقيت واحد الاصدقاء اللي هما تا هما كيخدموا في الويب وداكشي، وهودنا دابا نرميلات كما كتشوفوا هذا المنظر الرائع. المهم انا غادي نعرفكم على الدراري هادو. معنا حمزه، وانا في حمزه، كاين واحد حمزه يا اخو، ها هو ولي عدل لي هاد اللوغو اللي تجيب له هنا، عدلتي اللوغو ولي عدلو. عندنا خي عادي تا هو كي عنده واحد القناه ديالو كيعمل مراجعات وكيعمل، شنو كتعدل تقدر تعرف القناه ديالك؟ كنعمل دروس ديال ادوبي بريمير برو. المهم داكشي ديال المونتاج انا نخلي لهم القناه ديالك هنايا، ولا جا شي واحد من عنده دخلوا استافدوا، اللي باغي مدافعات ديال المونتاج داكشي اجبروا داكشي عنده مسهل ومبسط، يعني اي واحد يتعلم بكل سهوله ماشي شي حاجه. اي تري شارجي داكشي ديالو في البيسي و... داكشي ساهل صافي، داكشي ليك توكل على الله. اللي وراء انك في يوتيوب انك كتعرف على الناس اخرين كتستافد منهم عاوتاني، من ناحيه ديال التصوير من ناحيه ديال المونتاج. بحال دابا الدراري هادو تبارك الله عليهم عندهم ماتريال، عندهم داكشي واعر، يعني صراحه كنستافد منهم. هذه من الحسنات ديال اليوتيوب. يقول لك مثلا يوتيوب ما فيهش فلوس، واش فيه فلوس؟ ما فيهش شي فلوس، فيه شي حاجه احسن من الفلوس. شنو هي؟ انك تتعرف على الناس اخرين، الناس اخرين كيتعرفوا عليك، وهذه كيتبادل مع هذا شنو كنقولوا المعارف. شي واحد كيعرف شي حاجه كيوريها لاخر، يعني كل ابو غاصب فهمت. ماشي احسن من الاستفاده هذه، يعني تتعرف على الناس اخرين. اما الفلوس وداكشي داكشي كيجي من بعد، اذا كانت عندك مثلا شي قناه كبيره وكذا. من هذا الموضوع ديال الفلوس وداك باغي نهضر فيه شي شي فلوج يكون بوحديتو، واش بيسنا يوسف فيه فلوس ماشي ولا ما فيهش شي فلوس. هذا انا عن طريق هذا اليوتيوب تعرفت على الدراري هادو، يعني تواصلنا مع بعضيتنا وكذا وتلاقينا وحنا كنستافدوا مع بعضيتنا، وهذه احسن استفاده. حنا خرجنا الصباح هذا جينا نرميلات، المهم كنبارطاجيو المعارف مع بعضيتنا. هادشي اللي كاين كان فلوجيو هيدا اخي حمزه يا اخر كيصورنا برافو شي الدراري كنصوروا شي لقطات سينيماتيك في الاخر ديال الفيديو غادي يجبرون شي حاجه قمو يا شي حاجه واعره. هذه خارجه ترفيهيه، انسان كيبدل فيها الجو، كيبدل الجو ديال سيمانه وكذا. في نفس الوقت كنصوروا شي لقطات هنايا في الغابه ديال الرميلات. المهم الناس اللي كما العاده الفيديوز ديالي موجهين حتى الناس ديال الغربه، ما ننساهمش بواحد بواحد، وحتى الناس اللي كتفرجونا داخل ارض الوطن. يعني هذه غابه ديال الرميلات اللي في طنجه معروفه بزاف، واللي هي واعره صراحه كما كتشوفوا الطبيعه. هنا كيجيو العائلات في الصباح كيفطروا كيبدلوا الجو، كيجيو كيعملوا الطاجين الدراري كيتغداو هنايا وكيدوزوا كيقيلوا النهار هنا. المهم ديديكاس الناس اللي كتفرجوا فينا كاملين، الناس الرباط راه كنشوفكم. هادشي في شكل الله يا درتي اه وافتي دولا رحم بابا كان كتبان باين مزيان حمزة كنغامروا من اجل هذه اللقطه هذه. ريح الخوتي تدخل للتاريخ دابا، ريح تقدر تسمي شي دراما كتبها الله ندخل للتاريخ. طيب اعلى نقطه هنا
عادي كيفاش ديك الدخله؟ لا لا كيف اسمع صافي بس صافي بي وات ماي نيم از ماي نيم از ماي نيجا السلام عليكم السلام عليكم احباب الله في الاخر شايت في الاخر نيك يقول شايت فاتت يا بدون ملابس بدون اولاد فيديو انا مسحو دابا شي ساعه ما كان دابا ساعه ما كان مسحت فيديو few moments later كيفاش انا عدل لك سينا few moments later we are my ارجل يا الهي إننا في البرية إنه مصور سينمائي يعتبر الحيوان الحولي لا صور نيشا إنها حيوانات ناشبة حيوانات في البرية يا إلهي يعتبر تعيش على الأعشاب السلام عليكم متابعين قناة هل تعلم كيف يشترون ببليسيتي هذا ببليسيتي كوبي رايت الغنمة تقبي ياجي أنا دار معك ما تخافش أجي غاجي تقبي ياجي اجي انا دار معاك كيف تحوشي بعدا هم فينو مقرون وشي 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 اجي انا دار معاك اجي انا دار معاك اسهل فريت ايش مسينو كتشوفوا معنا دابا الاخوان حدا قصة ديال بيرتي كاديس عد تم اعادة ديال الترميم ديالو بصراحة كيف انواع حقا ما عجبنيش كان بقى تقليدي احسن لما ننزل لنا يوم منوع تدخل لما نعجب صوري هيدا والسلام كيف ما كتشوفوا معنا ها هو جفر الميلات واعر بزاف صراحة حسن والو زعما طيح شي طيحة نصوروها اريدك 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 لا 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 متخشي بيكو تاها حمزة والو زعما شنو دابا الاخوان كنصور شي لقطه زناي مع هذا الكابايو هذا من هاد اللقطات كامل ان شاء الله جبرون في الاخر ديال الفيديو تكون شي حاجه واعره ان شاء الله يا ربي دابا الله ودابا جبتو طالعين بحالنا حنا طالعين حنا كنصورو شي لقطات وكذا وخارج هنايا جينا هي ديال التعارف ونتلاقاو بهاد الدراري هادو وفي نفس الوقت كنبدلو الجو هنايا في الميلات وكذا والدنيا هنايا غزاله بزاف صراحه كما كتشوفوا اليوم هاد الايام بعدا الجو واعر بزاف طبيعه الايام الاخيره الجو واعر بزاف صراحه قايله الشميشه الجو مزيول كيساعد للخروج قول يوم الربع كما كتشوفوا هنايا العائلات وصار كيجيو يفطروا هنايا ويجلسوا يبدلوا الجو صراحه كنحمد الله على هاد النعمه ديال الرميلات هاي لينيا حيت نفسي فين بقات وخالتي التي جرت هذه الخمار قالت لي غني براحتك بس تروحي النار انا مويا قال لي انا من الصح اشرب حشيش جبتنا دابا نشريو حلوى الجبال هذه حلوى الجبال ماشي حلوى الجبال هذه انت انستغرام ديال ماشي هذه حلوى الجبال بقاي انستغرام ديال تينا تاع جاوي فلوك فايدك صار واقف الفلوك وانا دابا دري شرينا شي شرينا الخوا حليوه حليوه ناكلو حليوه حليوه دورنا الثاني والله هذيك شي واحد سير خا لا هنا 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 وربيت تي في هيدا ولا هيدا سي قبل مات هنايا في التراسه ديال الرميلات هنايا معروف هاد الموطا هذا كياكلوا فيه بايسر وتكوك داتا يعني الا جيتوا هنايا وما ضربتوش شي بايسر وقطيبات وكذا فبحال ما جيتوش بحال ما عملتوا والو اذا مرحبا بكم هنايا في التراسه ديال الرميلات الموطا حتى هو معروف كذلك بقطيبات وبايسر وكذا ومهم هذه هي طنجة وهذه هي الرميلات وكنتمنى فيديو ينال الاعجاب ديالكم فيديو صراحة بان هو يخرج تلقى الدراري هذا وقص ضروري ما نعدي شي بلوك هنايا في الرميلات حتى منطقة الساحل منطقة واعرة بزاف
كتجينا هنايا كتستحد غريفو هنا ها هو كتخرج لك كيخرج لك من هنايا ما شاء الله اعوذ بالله يا الدراري درامنا بايسار والدكوك دابا طالعين تحركوا بحالنا كيف جاتك بايسار اخي هاد استاذ النجوم راح موهبة عندك علي علي ايه ماشي امون علي شنو يا عمو صابوني دراري ما تنساوش شي كاملين ديسلايك 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 هذه هي ماشي هذا هذا المكان الجميل كما كتشوفوا في هذه الطبيعة الله غيتسالى الفيديو ديالنا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكون نتوما استمتعتوا معنا انا اليوم هادشي اللي كان خرج وتهرس مع الدراري هادو راهما كيصوروا شي لقطات تما الدراري كيعجبهم هادشي ديال الفوتوغرافي والتصوير والمونتاج وكذا عجبو فيديو اخوتي ما تنساوش تدعمونا بجيم جيم وتابونا في لاشي اللي كنتو اول مره غادي تتفرجوا فينا هادشي اللي كاين اخوتي نتلاقى معكم شي فيديو اخر يكون حتى هو مزيان ان شاء الله احسن من هذا وخليكم حتى الاخر غادي يكونوا شي لقطات ان شاء الله مزيونين يعني نقول ملخص ديال هاد الخارجه ديالنا هادشي اللي كاين اخوان السلام عليكم ودمتم سالمين بيس